أنا عاصم عمر القاسم من مدينة عنادان في ريف حلب، أدرس حاليا سنة ثانية في كلية التربية قسم الإرشاد النفسي. كنت قبل الثورة في كلية الحقوق جامعة حلب، وأثناء اندلاع الثورة ومشاركتي بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الثورة كمنسق مظاهرات كقائد تنسيقية ثوار صلاح الدين، تمت ملاحقتي أمنيا وتم اعتقالي من قبل النظام المجرم في سجن صدناي العسكري طبعا في أواخر 2011، وتم الإفراج عني في 2015 عن طريق صفقة مفاوضات بين الثوار وبين النظام المجرم بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد خروجي من السجن وبعد هذه الصدمة النفسية والجسدية من خوف وتعذيب وإذلال وتجويع، كل ذلك لم تفتر همتي ولم يردعني ذلك السجن الظالم على متابعة مسيرتي التعليمية والثورية والحراك. رأيت أن الثورة والمناطق المحررة بحاجة إلى دراسة وتدريس لتخريج كفاءات علمية لتقود المرحلة الحالية. فكانت تجربتي الأولى العلمية كانت في معهد إعداد المدرسين التابع لحكومة الائتلاف. بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت من تجاوز هذه الآلام وهذه الصعوبات وهذه المحن من سجن ونزوح وقصف، وتخرجت من هذا المعهد بفضل الله سبحانه وتعالى بمعدل عالي، وكنت من الأوائل بين الطلاب في 2019. لم تنتهي طموحي وأهدافي، فالتحقت في كلية التربية قسم الإرشاد النفسي. السنة الماضية كنت سنة أولى، بفضل الله سبحانه وتعالى حققت أعلى معدل ومرتبة أولى بين زملائي. وأخيرا أشكر كل الكوادر والدكاترة الذين ساهموا في بناء هذا الصرح الكبير جامعة حلب في المناطق المحررة، وأشكر شكر خاص لكل الطلاب الذين تجاوزوا هذه الصعوبات وهذه الآلام وهذا القصف وهذا النزوح، واستمروا وسجلوا في هذه الجامعة وتابعوا مسيرتهم التعليمية والأكاديمية.